كلنا ونطلب رضاكم. راديو الغد وياكم مستمعينا محلاكم، بالموصل كل العراق كل العالم بكل مكان، باقين احنا دوم معاكم. راديو الغد وياكم اهلنا ونطلب رضاكم. راديو الغد وياكم مستمعينا محلاكم. راديو الغد عندما يصبح لليل زمن تخلد السماء للنوم ويسهر القمر. ومن راديو الغد مساء الخير. وتحية من القلب لألكن، يسعد لها المساء، كل التحيات الجميلة لألكن وين ما كنتوا دايما عم تسمعونا، كل التحيات من راديو الغد لألكن. ابتدى مشوارنا معكم مستمعينا دايما كل يوم اثنين وخميس بعد العاشرة ليلا دايما بطال السهر. يعني هلا انه اول شيء اشتقت لكم، ثاني شيء اكيد انتم اليوم مشتاقين لحلقه صرنا زمان ما سمعناها، ما هيك؟ يمكن مشتاقين لتطرحوا مواضيع تناقشوها مع حدا تاني، عرفتوا شو هي الحلقه ولا لا؟ اكيد كل التحيات الجميله لاحلى حسام اللي مرافقنا اخراجا هاي سامو. بكل حب مرافقكم مايكروفون جورج غرام. يلا اوكي، لان اليوم رح نعمل اليوم اتوقع حلقه بتجنن، حلقه والعاني، وحلقه فيها نقاشات عديده جدا، وحلقه فيها مناظره. اوكي جاهزين؟ جاهزون ولا لسه ما جهزتوا؟ يلا اوكي، كل واحد يحضر لي موضوع، كل واحد يحضر لي موضوع، موضوع اكيد بهمه، موضوع بفكر فيه دائما وحابب يناقشه مع حدا تاني. ليش؟ لانه حابب يوصل لنتيجة، يمكن حابب يأسس شيء، حابب يقول شيء، وحابب يوصل فكرة او رسالة يمكن من خلال موضوع حابب يناقشه مع حدا تاني. خلينا مستمعينا وهلأ صار فينا نقول بلشنا. شو يعني هاي المناظرة اللي عم تحكي عليها يا جورج؟ أوكي، هي يعني القصة على فكرة صلت تقريبا من بداية العام نحن عم نعرضها، تقريبا بالشهر عم نعرض حلقة واحدة بالشهر، عندي 8 حلقات لطال السهر بيناتهم حلقة المناظرة. شو يعني مناظرة يا جورج؟ ما جاوبتني. طيب رح جاوبك، طول بالك. أنا شو القصة، ما رح نهرب يعني، لسه مطولين بالبرنامج. على كل حال حلقة المناظرة، شو يعني المناظرة يا جورج؟ هي علينا، رح نقول لك شو يعني المناظرة. المناظرة ايه شو يعني يا غليظ انا معك. طيب اوكي، على كل حال حلقة المناظرة مستمعينا، الا وهي انه في عنا حدا رح يتصل، اوكي، رح ناخد خطين على الهواء. اول متصل اتصل قبل رح يسأل سؤال للمتصل يلي بعده، تمام؟ مو رح يسأله سؤال عادي، لا، رح يسأله بموضوع مثلا شو رأيك اليوم بالجو مثلا، ليش؟ أكيد مو بالجو طبعا، شو رأيك مثلا بهذا الموضوع، أنا بشوفه هيك، أنت شو رأيك؟ فهو رح يعطي رأيه بهذا الموضوع بكل بساطة. رح يصير في بيناتهم نقاش لمدة 3 دقائق تقريبا، هذا النقاش رح يولد فكرة بالنهاية أولا وأخيرا. أوكي، أنا هلا رح أعطيكم أرقام التواصل لحتى تتصلوا فينا، كنت تقولوا لي أنه أوكي ماشي الحال، بس أنه شو رح نبعت على التطبيق؟ رح تبعتوا لي الأسئلة اللي أنا رح جاوب عليها، أنا رح جاوبكن عليها بكل بساطة، ماشي الحال؟ كل حدا عم يسمعنا عبر تطبيق راديو الغد بيبعت لي رسالة بسؤال، طبعا تطبيق راديو الغد مجانا، أوكي؟ مشان ما تفكروا أي شيء، رح تتكلفوا أي شيء، الرسالة بتبعتوها فورا بتوصل لعندي بقراها، تمام؟ لما يكون في مناظرة بين اثنين أنا بقراها،
وراح جاوبكم على السؤال اللي انتم راح تسالوه او الموضوع او ناقشكم بالموضوع اللي راح تحكوني فيه عبر تطبيق راديو الغد. تمام، مشان نكون بالصوره، انا ناطر اتصالاتكم ورسائلكم على هذه الارقام. للتواصل اكثر والمشاركه في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750555888 9 0750888115 اسيسيل 0772888115 وعبر الفايبر والواتساب 0773777337. وللتواصل عبر الاسماس 0772882388. يلا خلينا نبدا مناظرتنا مستمعينا باول الاتصالات. معي ام محمد، يسعد مساك يا ام محمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير. اهلا وسهلا، يسعد لي مساك يا رب. مشتاقي لك والله، تحيه من القلب. يلا ام محمد، راح يكون في عندك موضوع بدك تناقشي، جاهز موضوعك اول شيء وليس سؤال؟ ها لا سام، منو اللي بنت له ولد؟ لا شاب معك، شاب لكن انتبهي، مو اسئله تتابع، هذا السؤال أو موضوع بدك تناقشي مع عدنان. تمام؟ تمام أوكي، جاهزة؟ جاهز. يلا عدنان، مساء الخير. مساء الخير، أنا بني معك أم محمد. يلا مسي عليا وابتدوا المناظرة. لا 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 تفضل يا أم محمد. شو أخبارك؟ مساء النور. هلا بعدين بتعرفي شو أخبار أم محمد. يلا بلشي. عدنان عيوني، إذا صديقتك أو حبيبتك. مو سؤال، موضوع. مو سؤال، موضوع. موضوع يا شباب. ايه موضوع، يعني بدك تسالي انه في حال كذا 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 صار هيك هيك مثلا، هي انت مع ولا ضد ولا شو الترتيب ولا شو 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 القصه؟ ها ها تمام. ايه يلا. يلا ابتدى التوقيت. ها عيوني عيوني استاذ، معكم وقت بس مو مفتوح الحلقه. تمام. عدنان، اذا فتت على البيت لقيت صارت مشكله، يعني يم اهلك، هل انت تكبر النظر لهم لو تكبر المشكله بالبيت داخل بيتك عائلتك؟ ما رح 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 اقول لك، رح اقول لك شو الموضوع. الموضوع انه انت كشخص متزوج مثلا عندك عائله، انت فتت لقيت في مشكله صايره بهي القصه، فانت يعني بتزيد غضب حول هذا الموضوع ولا بتحاول تفهم شو المشكله؟ تمام. اكيد اول شيء تهدي الامور استاذ، يعني يكون الامور انت تغير الامر، هو راح انت اكيد الموضوع فيك تناقشي ام محمد، فيك تناقشي عدنان. تمام عيني. الموضوع ايش قد ما يكون كبير، ايش قد ما يعني تحاول تزغر الموضوع، ايش قد تزغره وتهدئ الامور، تقبل الامور ببساطه، لانه اذا يعني انا هم جيت خاطب واستوعبت الامور بغضب بتاخذها ببساطه. شو ام محمد؟ تمام يعني هذا هو هذا هو الكلام الصحيح، لان كبرها تكبر ذقرها تثقل، اذا هو تماسك اعصابه وهدى وتفهم الموضوع برواق ان شاء الله ما تكبر المشكله وتحل بين الطرفين. كل واحد تقول له اقعد بمكانك، انت اقعد بمكانك، يعني انت ترى الموضوع ينحل. تمام. يعني اللي تريده يصير تاخذ اللي تريده، كل شيء اقعد بمكانه وصار. تمام. كل شيء يصير خلاص هيك. هي محمد، هي القصه بس هيك. اوكي ام محمد، شكرا كثير لك. عدنان عندك شي موضوع حابب تطرحه على حدا ولا بس عندك؟ عندك يلا خليك معنا. عدنان معنا جيلان. مرحبا يا جيلان، كيفك؟ مساء الخير من لبنان. مساء النور. اهلا يا جيلان، شو اخبارك؟ منيح، انت كيفك؟ ماشي الحال. يلا ام جوج، عدنان معك حابب يطرح معك موضوع. اوكي مساء الخير. مساء الخير جيلان. مساء النور. اهلا جيلان، الى اي مدى انت راضيه على هذا الجيل اللي مدمن على الفيسبوك وتارك امور الحياه وتارك كل شيء على اهله؟ الى اي مدى انت تعطينه رضا هذا الجيل؟ وفي جيل يعني هو ناسي الامانه وناسي القيم وناس المبادئ وناس الأهل ومدمن على الانترنت، ايش قد يعني تنطينه قيمة هذا؟ إلى أي مدى أنت تأيدينه وضيد مع أسمع منك؟ تفضلي جيلان، سمعتي السؤال ولا أرجع عندك؟ أنا راضية،
ايه انا راضي عن هالموضوع كونه ما في غلط وما في شيء عم بيصير غلط بضمن هالمجال الانترنت او الفيسبوك او الواتساب وفي رقابه من الاهل. لا عادي هذا الموضوع جدا عادي ونحن بزمن تطور والانترنت وصلنا لاشياء الالكترونيات وهي القصص يعني كونه ما في غلط كل شيء بضمن نعم بس حامل اهله يعني حامل كل شيء ويعني عايف الامور يعني ماخذها بالادمان مو ماخذها يعني ساعه وساعتين فرد معه ايه يعني صحيح اي انا عم بقول لك انه كونه الاهل لما ما بيكونوا مراقبين للاولاد اكيد رح يوصلوا لمرحله انه ما يهمهم شيء ما رح يقدروا يعيشوا يعني عايشين بس جماد عايشين بس الكترون على الكهرباء ما عندهم شخصيه ما عندهم كلمه حلوه يقولوها ما بيعرفوا يتعاملوا مع الناس الكترون حتى يعني يوصلوا للانفصام الشخصيه حتى خاصة الأطفال يعني تيجي بتحكي مع طفل بيعصب بيكسر لا أنه لما بيكون في رقابة من الأهل وهنا كتاب مفتوح قدام أهاليون ليش لا مش غلط بالعكس هالشي كتير حلو وضمن ما يكون في غلط يعني نحن شو رأيك عدنان زمن ما قنعتي ما تقنعني سألها شي سؤال تاني حتى يعني تقدر يعني هيك يكون في حوار لسه أقوى شوي هلا مش قصة تقنعه أنا عم بعطي رأيي ايه؟ أنا عم بحكي إنه الأهل لما بيكونوا موجودين خلص ما بيوصلوا للغلط بس قصده يعني ما وصلتي له الفكرة صح يعني ما عم توصلي له يعني الفكرة يعني يمكن ما تقنع مشاهد بهذا الشيء يعني, يعني بجوز يعني بجوز حتى يعني رأيك بجوز قصده إنه حتى رأيك يعني لازم يكون أقوى من هيك قصده بجوز يمكن رأيك ركيك ما بعرف شو رأيك عدنان تمام صح نعم صحيح كلامك لا يمكن يكون هيك لانه ما عم نستفزك نحن استفزي شوي استفزي انا ما حدا بيستفزني تمام هي تطرح لي هي خلص توجه لي سؤال خلص توجه لي لا لا ما في مو لك توجيه السؤال لا عدنان ما بدنا ننزع الخلطه اوكي على كل حال هذا كان رايي لجيلان بكل بساطه شكرا يا عدنان كل التحيات الجميله لك بناخذ كمان هلا يا عدنان جيلان عندك موضوع حابب تناقشي فيه ولا لا جيلان نعم. تسمعيني اوكي ايه عم بسألك انه عندك موضوع حابة تناقشي فيه حدا ولا لا ايه. عندك ايه اكيد مين في عنا حسام مين معنا يلا معنا حمودة المدريدي مساء الخير يا حمودة كيفك مساء الخير عليك يا استاذ جورج اهلا وسهلا على اخوي حسام اهلا وسهلا على جيلان وعلى كل المستمعين بدون استثناء اهلا وسهلا جيلان معك حموده اوكي قبل ما استاذ جورج بس اوجه تحيه بسرعه تفضل تحياتي للغاليه وحبيبه القلب سرطاي اوكي جيلان يلا تفضلي جيلان مساء الخير حموده مساء النوار في جيلان كل الهلا تسلم يا رب بدي اسالك عن موضوع انه شو رايك بشكل عام الكذب البيضة يعني شو مفهومك للكذب البيضة حلو 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 تفضل حمود الكذب البيضة انت كيف بتشوفها يعني انت كيف تقراها الصراحه انا اقراها من باب المزح وباب اللطف يعني اختبار الشخص المقابيل يعني هذا كفهم حمودي بس صراحه ست جيلان انا اتنفرز من الكذب البيضة من قبل اتنفرز من هذا النوع بس شنو يعني تدخليني بقلق بس بعض المرات يعني الكذب البيضة تؤدي الى انفصامات اسمع شو عم تقول لك انا ما بتحس مرات الكذب البيضة بتنج يعني بتعمل انه نجاة من مصيبة او مشكلة مرات واحد بيجي من مصيبة ليكسر شيء قدامه مثلا ليكسر مشكلة ليكسر حكي مثلا ست جيلان صراحة دائما الكذب البيضة طبعا صراحة نحكيها بكل واقعية اكيد بيهمني رأيك يعني اللي حل الامور حل الامور يعني تنجي الشخص يعني ربما من مشكله تنجيه فانا اشوف انا اكو نوبات الكذب البيضاء اذا من مشكله هذه حلوه يعني من انت اليوم تطلع شخص كمثل اليوم انا وجورج على خلاف ودخلت ست جيران على الخط فكذبت كذبه على حمودي بسبيل بس ارضاء حمودي هذا الشيء حلو بس اذا ال 24 ساعه الكذبه البيضاء مرافقتني ومرافقه ست جيران عفوا شو رايك جيران شوي مبالغ بيها شو رايك جيران انا معك بهالشيء بس انا يمكن بعتقد انه برايي انه الكذبه البيضاء يمكن حسب عقليه الشخص اللي قدامك بتمشي فيها يعني في ناس بتمشي عليهم الكذبه البيضاء مش انه عم تضحك عليهم لتغط مشكله لتكسر شوي من الخناق او المصيبه اللي صايره مثلا بالوضع يعني اللي انتوا الاثنين انتوا الاثنين مع الفكره مع الكذبه البيضاء انتوا اثنين نعم ايه انا مع اكيد أي. انا دائما هسه نباتي مصر خلافات ما بين الاصدقاء اضطر ان اكون ادخل بهذا الكذبه البيضاء اقول والله
يا نورة والله محمد حمدك ونورة ومحمد يحبك وكذا وكذا أو جورج يحبك بسبيل بس أتلاف الموضوع دخل لي الأمور تيدا ما بين محمد وسات جورج أو محمد يا لا يونكون أنتو جوز يا لا يونكون أوكي يلا شكرا ما من يلا جيلان شكرا يا جيلان شكرا لك جيلان أهلا وصلا فيكي حمودة معك موضوع صح؟ نعم يلا خليك معنا حمودة رح نروح عند حسام ونرجع انه لهلا انا ما حدا بعث لي ولا سؤال عبر الاس ام اس ولا عبر التطبيق اوكي بس سلامات يعني تحيه من شجاني يسعد لوقتك وتحيه من نرجس يسعد لي كمان مساكي لهلا ما جاني سؤال الحمد لله لهلا ما حدا عم يسالني نشكر الله الحلقة أقلعت بشكل حلو وجميل جدا كأنه نحن قاعدين بطيارة وأقلعت هلأ نحن بالجو بقى هلأ القبطان حمودة المدريدي حمودة معك إدريس يلا يا إدريس أول شيء مساء الخير إدريس ألو مساء النور والبنور شو أخبارك تمام الله الحمد لله أشكد حلوة أهلا يا إدريس صوف شو أخبارك تمام الله الحمد لله كنت حلوة حمودي معي على الخط يلا حمودي اوكي يلا حمودي هات لنشوف دمر لنا يا لأدريس والله لا تدرك انا كيف ترجع يلا هات لنشوف تفضل حمودي مساء الخير عليك حبيبي إدريس هلاو شانك يلا فوتوا ولا بدون شلونك وكيفك يلا إدريس احنا اليوم وصلنا عالم 2021 وراح نطلع 2022 بعد يعني كل هذا التطور وكل هذا الانفتاح وكل هذا التعليم وكل هذا اللي قاعد يصير قاعد يمر يعني بالكره الارضيه وبالخصوص يعني احكي لك بالعراق اي نعم كيف ان يعني نفك هاي العقول المتحجره من الاهالي تجاه بناتهم ليش ما يخلونهم يكملون الدراسه بحكم العادات والتقاليد كيف يعني ننصحهم ان يكون يعني نطلع بناتهم برا الامان يكون عندهم وعي وعندهم دراسه يعني قصده حموده يا ادريس انه نحن هلا صرنا بالقرن ال21 صرنا كمان بال2021 يعني نحن صرنا بكل شيء تكنولوجيا وكل شيء بده شهاده جامعيه اي شغل بده شهاده جامعيه انت يعني صراحه عفوا المقاطعه استاذ جورج يعني عفوا استاذ ادريس يعني هسه اليوم احنا ب21 اليوم بنت يعني لا تعرف تقرا ولا تعرف تكتب وحتى اليوم يعني هي حتى لو هي شاطره مساله المتوسطه او الاعداديه هل يعني يفرضون عليها ان يكون تبطل من المدرسه بس يعني حتى كل هذا الناجح هي شو رايك ادريس كيف نحن نتخلص من هذا الامر شو رايك يا ادريس بالقصه والله صراحه اتمنى من الاهالي بمنطق احكي له بالمنطق يعني بواقع طبعا المنطق اتمنى من الاهالي هذا الشيء هم طبعا هي رساله يعني للاهالي اكيد يعني انا محمودي هسه يعني واحد ناقش واحد هو مقصود البرنامج انه رساله للاهالي زين يعني استاذ ادريس نقدر نسوي يعني مثل ما تقول مؤتمر للاهالي اكيد مثل مكان محدد بالمسند على الاهالي على هذا المؤتمر مثل المؤتمر يعني مؤتمر بيكفي ادريس انه يا ريت من الاهالي الاهالي يعني يعني اعطيه طريقه نحن نقدر نحن نطور هذا الفكر ونحاول نحسن احنا بنفسنا نقدر عن طريق راديو الغد نقنع الاهالي عن طريق الاعلام يعني بس عن طريق الاعلام شو رايك حموده بكفي الاعلام الاعلام هو يعني جزء من المجتمع لا يتجزا اوكي بس انا اشوف يعني نعيش هم الامر الواقع نخليه يكون على الساحه يعني يكون على الساحه احلى هي يعني الثقافه منهم يعني انت استاذ جورج يحكي حضرا ادريس هسه الاستاذ جورج يحكي له باكر احتمال ما راح يقنعون بس اليوم اذا احنا جبنا جورج وجبنا اسيل وجبنا الاخر والاخر قعدناهم وقمنا نحكي بهذا الموضوع انت ما تشوف واحد ثاني ينجح يعني هم اكو ترويج من الاعلام أكيد طبعاً بس هي من بيان دقيقة واحدة قلة ثقافة يعني أتمنى من عندهم الأهالي وبنفس الوقت قلت لك عن طريق الإعلام إحنا نقدر نخليهم يقنعون اللي يعني يريد البنت أو الابن خير كلمة أخيرة يقدر لك يا إدريس كلمة أخيرة ورح انتهى الوقت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل راجع والقد كثير من البنات الصديقات اللي كنت تعرفهن اني كان لا يعرفن ولا يقرن ولا يكتبن تعلم من القرايه والكتابه
جورج. شكرا يا حمودة، أهلا وسهلا فيك حبيبي، يسعد لوقتك. إدريس خبرني هات لنشوف، أنت عندك موضوع حابب تناقشه؟ أي نعم عندي موضوع. يلا أوكي، معك أبو فهد، قل له مساء الخير. أهلا أبو فهد. مساء الخير عليك إدريس. مساء الخير يا أبو فهد، أهلا وسهلا فيك حبيبي. مساء الخير على حسام، كل المستمعين كل المطلوبين. شكرا يا قلبي، أهلا وسهلا فيك، يسعد لي مساك. إدريس تفضل أبو فهد معك، أعطيني الموضوع. أنا هاليوم عندي يعني الموضوع عن الحب اللي صاير على التسلية علني، حب التسلية علني يعني. شو يعني؟ يعني مثلا البنت تختار الشخص اللي يتسلى بيها علنا. شو لوين لازم، لوين بدك توصل؟ قلي شو الموضوع؟ الموضوع يعني حب اليوم، الحب الترللي خلينا نقول، او الحب اليوم مجرد التسلية من كلا الطرفين. يعني هي يعني قصدك شو سببه يعني هذا يعني هذا الموضوع؟ شنو سبب التعلق هذا؟ تتعلق بي وتعرف بالاخير انه مو لها. زين تتعلق بي وهو اصلا ما يفيدها، يعني تتعلق بي كل التعلق بالاخير. شو رايك ابو فهد؟ ما يفيدها حبيبي. حبيبي نعم نعم، هذا الحب اللي انتشر خصوصا بعد خلينا نقول 2005 2006 وتزايد بعد 2014 و15 و16 خصوصا نتكلم لك في مدينه الموصل، بعد زياده شركات الانترنت وزياده التواصل الاجتماعي حدث ما حدث بسبب البرامج المفتوحه الفري، يعني خلينا نقول الواتساب الماسنجر. اليوم اصبحت البنت يعني مع احتراماتي طبعا للبنات وللطيبين، وايضا هنالك العديد من الشباب، هنالك العديد من المتزوجات يعني عندهم اربع اشخاص او خمسه اشخاص، وهم يعني خلينا نقول سواء المراه متزوجه او الرجل متزوج من واحد او اثنان، ويتكلم مع اثنين وثلاثه واربعه ومرات الوقاحه. اوكي يعني قصدك انت، قصدك انت التواصل الاجتماعي هو السبب الرئيسي في التسليه. طيب اوكي، ما في سبب، ما في سبب ثاني، ما في سبب ثاني ابو فهد؟ هي مجموعة أمور، هي مجموعة اليوم أول شيء عندك الانفتاح عن العالم الخارجي، عندك الحروب لها تأثير في دمار في دمار الشباب دائما الحروب، بس اليوم تعتمد على ثقافة المجتمع. اليوم ألمانيا عندما تعرضت بالحرب العالمية الثانية للانكسار، قام الشعب الألماني ومسك الكورة، يعني حتى الرجال الكبار السن قاموا ببناء وإعادة ألمانيا، لا قاموا بنصب الأبراج الإنترنت وكذا. طيب شو رأيك إدريس بعد تحرير مدينة الموصل؟ أول ما رحنا جبنا الإنترنت وكذا من الأمراض، فأنا أشوف اليوم يعني هي سبب اليوم دمار العوائل بأكملها. اليوم أكون أعطيه يعني مجال طيب أعطيه مجال بس لإدريس. شو إدريس؟ لا ما شاء الله عليه أبو فهد ما إيه؟ طبعاً. خلاص تمام، أعطاك الإجابة الصحيحة أكيد، بس بسرعة لو سمحت تفضل. يعني هي البنات يعني البنت تقبل أنه يستلى بها وتقول خلاص قامت ما جت قسمتي خلاص هاي راح أعوفه، وهي حابت للتسلية فقط يعني. طيب شكرا لك يا إدريس، كل تفضل إدريس بسرعة بس لو سمحت إدريس. نعم تفضل إدريس. أبو فهد شفته سائق تاكسي مطلع على كل الأمور، هو اللي كان معاي هذا الموضوع. طيب يا قلبي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك إدريس. أبو فهد عندك موضوع حاب تناقش فيه؟ شيء أكيد نعم. خليك معنا يا أبو فهد، يلا راجعين لك. هلا بلش يجيني رسائل عن طريق التطبيق، عن طريق الاس ام اس لسه ولا رسالة اجتني. تن تررم تم تم، في حدا عم يرد على جيلان وحمود المدريدي، يعني عم يقول الكذبة البيضاء اخت الكذبة السوداء، الاثنين اكذب من بعض. اوكي طيب عظيم جدا، يلا هاتوا نشوف كمان، خلونا ناخذ مين مع ابو فهد. مدام ناديه يلا. اوكي ابو فهد تفضل معك. مدام ناديه مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخيرات والليرات، اهلا وسهلا. منيح ماشي الحال، كيفك انت؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. شكر الله. أبو فهد معك، بدي أمسي عليك ويبدأ بالأسئلة، تفضل يا صديقي. أوكي. مساء الخير عليك مدام نادية من أمريكا، تحياتي إليك وتحياتي لعائلتك الكريمة وكل من يتواصل بهاي الإذاعة الجميلة طبعا. مساء النور، مساء النور أبو فهد. الله طبعا أنا اليوم حبيت أنه أناقش الموضوع مع شخص من العراق، لكن ما يخالف اليوم أنت ممكن أيضا كودا من سوريا ولاجئة أو ساكنة في أمريكا، أنه اليوم عندنا في العراق الكثير من الدعايات الانتخابية. اليوم حبيت أنه أختار أمر سياسي بعيدا عن الحب،
شوي هذا الحوار يعني او البرنامج الاسئله خلينا نقول البرنامج يلا قول قول في مجموعه في الامور الرياضيه ثقافيه اجتماعيه فانا اليوم اختاريت السياسيه مدام ناديه اليوم في العراق مجموعه من الصور مجموعه من الذين يروجون للانتخابات فهل يا ترى اليوم نحن من نجيز لهؤلاء في الفترة القادمة أو بعد الانتخابات بما يقومون به من فساد ويقومون به من عدم مبالاة للمواطن العراقي وذلك بسبب ذهاب العديد من الناس إلى المرشحين والتصفيق لهم. طيب خليني أبسط سؤال شوي لو دام نادية واضح السؤال يعني ايه بس خليني انصحد هذولا نحن لحظة أبو فهد نعم انا صار لي فتره عايش بالعراق صار لي يعني اخذت شوي من الجو العام بالعراق فخليلياك فالفكره انه انا بس راح اشرح للموضوع لمدام ناديه لانه هي عايشه بجو اخر مدام ناديه يعني مثل ما بتعرفي مثل عنا بسوريا يعني نفس القصه هذول اعضاء مجلس الشعب مثلا انه بيعملوا يعني اكيد يعني حملات انتخابيه وحملات اعلانيه والى اخره فهو عم يقول انه هل نحن فعلا عم ننتخب هذول الاشخاص لحتى ممكن يعني ممكن يكونوا بكره يعني فاسدين ضدنا ننتخبهم ضدنا مثلا او ننتخبهم لصالحنا فبرأيك أنت يا ترى نحن يعني الشعب هو اللي بيتحمل هذا الموضوع أو مين؟ هو بالنهاية بترجع للشعب هو اللي بتجي عليه هو بالضبط نحن ما عم نحكي سياسة عم نحكي نحن بشكل أكيد. عام إيه. أكيد أنا بكل الأحوال بالسياسة يعني ما بقرب إيه. بس اللي بدي أقوله أنه أنا لما انتخب شخص يا ريتك سألني السؤال أو فهد أعرف شو سيرته شو حياته شو بده يقدم لي بقى أنا بدي أنطر الفعل يلي بده يقدمه يعني هي ما بتشتري الحكي بتشتري الفعل نقطة نظام عفوا يعني اليوم أنا أريد أوصل رسالة من هذا البرنامج ومن هذه الحلقة على موضوع إنه اليوم يجب أن انتخاب الشخص الكفوء اليوم لا انتخاب الشخص على العشيرة لا اليوم أنا كودا مثلا أنا معاضيدي اليوم لا انتخب شخص معاضيدي لا اليوم انتخب مثلا شخص حتى لو أجبوري أو عبيدي أو على كفاءته المهنية في العمل نعم اليوم في العراق أنا أريد أوصل هذه الرسالة أنه الناس فقط تنتخب كل من وعشيرته فاليوم أنا أشوف هذا أمر لا يجب الانتباه عليه من قبل كل المشاهدين كل المستمعين أول شيء الالتفات إلى الكفاءة إلى النزاهة بعيدا عن العشيرة والقبيلة نعم أوكي. أبو فهد يلا. أبو فهد أنا بحيي دقيقة واحدة كتير لأنه أهم شيء أنه نفصل نعم. ونختار الشخص نفصل عن شو هو لمين بينتمي لأنه عشيرة نكون كلياتنا إيد واحدة عن جد هذا الشيء الصح يا ريت كلام جميل تمام. كلام جميل شكرا يا أبو فهد شكرا لك أهلا وسهلا فيك يعني إن شاء الله يعني مدام نادي عطت اللي هي حاسة فيه يمكن شوي أو حسب اطلاع على هذا الموضوع شوي مدام نادي كيفك شو أخبارك تمام الحمد لله منيحة مشاركة أو مشاركة أو شو الترتيب شو مشاركة ومشاركة هلا مشاركة شاركتي بس مشاركة يعني بدك تسألي حدا أكيد بدي طيب خليكي طبعا. معنا وقولي مساء الخير لنور الشمس بدي أقول مساء الخير لنور الشمس أوكي. كيفك نور الشمس نور جبينك ألو نور الشمس نور الشمس الغنية. أي والله واللي بتغنيها أحلى والله. وأحلى نور الشمس ألو مزبوط. باسكال مشعلان نور الشمس وين نور الشمس حسام ألو يا ألو نور الشمس راحت نور الشمس بناخذ لأم لؤي مساء الخير يا أم لؤي ألو أوكي. السلام عليكم وعليك سلام الله شو أخبارك يا أم لؤي مساء حلو عليكم وعلى الجميع يا مساء الفل والياسمين يا أم لؤي أهلا وسهلا فيك يا أم لؤي الله وقعك مع مدام نادية ماشي الحال أهلا وسهلا بيها الله وقعك معه فبدك تحكي وتناقشك بشي بموضوع ايه بس لا هي بتناقشك بموضوع او قبل ما تناقشي انت بموضوعك اوكي يلا يلا ها تفضلي مدام نادية كنت اسمع البرنامج يلا يا قلبي تفضلي الو كيفك ام لؤي بس النور كيف صحتك يا هلا شكرا لي شرف اني احكي معك اهلا وسهلا بيكي ايه
حابه اسال ايه مدام ناديه، انت بتايدي يا ترى بتايدي انت انه يوم من الايام حضرتك او اي حدا تاني بتايدي انه يكفل الولد؟ يكفل الولد، يكفل الولد، يكفل الولد يعني يتيم، يكفل الولد. يكفل يتيم. هل انت مع هذا الموضوع؟ بالعكس بالعكس، كفيل اليتيم كلش ممتاز وانا اشجع بهالشيء هذا. انت ليش طرحتي هذا الموضوع مست ناديه؟ طرحت هذا الموضوع لانه موجود بكثره، حتى موجود من قبل لكن مو كتير مسلط الضوء عليه، لأنه في كتير عالم بتقلك أنا ما بكفى الولد لأنه هذا الولد مو معروف مين أمه ومين أبوه. شو رأيك أم لؤي؟ أنا بختلف. لا ما كل أصابعك سوا أستاذية، أكيد أكيد هاد رأي العالم، بس أنا مع هالموضوع لأنه كتير مهم أنه نفكر بالأطفال بشكل إنساني. أنا لو يرجع في الزمن لورا كنت أكيد بعمل هالنقطة، وإذا إجا حدا من أولادي قالوا لي هالحكي بشجعهم وبأيدهم، لأنه كتير مهم هالأطفال يلي ما لهم ذنب إجوا على هالحياة أنه يكونوا ضمن أسرة كريمة يعيشوا هالحياة بين أب وأم. هاد كتير كتير مهم. شو رأيك أم لؤي؟ هاد وبرفض يعني طيب أوكي أم لؤي، يعني هي قصدها أنه يعني ليش في كتير أشخاص بيقولوا لك أنه يعني بنرفض لأنه مو معروف أهله مين؟ تمام، اكو يعني اكو نحن نقول يعني حكى الزيني، اكو يعني نماذج ياخذون الفكره عن هذا اليتيم. نعم. يعني حكى مثلا لقيط مثلا يعني غير شرعي، اكو اكو يعني تقريبا هالتفكير هذا، بس احنا لا طيب. نقول لك الاصابع عظيم، اكو ايتام العوائل مالتهم متوقفوا، مثلا الوالده توقفت ما عندهم، اكو حتى اطفال يعني لقمة الخبز يمكن الفقراء يمكن يخلي أطفاله بالملاجئ يخليها بال يعني ملكة الأيتام هذه حتى يريدوا يعيش. وصلت مدام نادية؟ ايه وصلت وصلت. وشكرا لرأيك أم لؤي. معني أكو لقمة كلمة بس أرد أقولها، يلا. يعني أنا عندي حفيدي عندي ابن بنتي شوية اختلفت الأمور بيناتهم، فالأب ما رادي صراحة، أبته ما رادي وطوعوا لي وانا اربي الله. بنتي جاهزه غيره الله وصلت في الادب، انا ربيت وسع ما شاء الله عمره 15. حلو 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 من التفكير الراقي والغريب يعني حلو اوكي يعني اكثر من هذا حلو. الله يقويك يا رب يا أم لؤي، وشكرا مدام نادية، شكرا على هذا الموضوع المهم جدا، تحية لك مدام نادية، أهلا وسهلا فيكي. ست أم لؤي عندك سؤال حابة تسألي لحدا أو موضوع حابة تناقشي مع حدا؟ عندي موضوع أيه؟ يعني الصراحة نحن هفتح على الدراسة يعني يصير يعني يلا هذا. خلينا ناخذ لحن الإحساس. مرحبا يا لحن الإحساس. ألو ألو بدك علي صوتك. ألو 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 أم لؤي خليكي معي، خليكي معي أم لؤي مو معك عم بحكي هلأ. لحن الإحساس عم تسمعيني؟ إيه بس بدك تعلي صوتك هيك ما بيمشي الحال، إذا حاطة سماعة شيليها. أوكي إيه أنت عم تسمعيني بس أنا ما عم بسمعك. أوكي أوكي يلا تمام. ست أم لؤي معك لحن الإحساس تفضلي. إيه أهلا وسهلا بيكي، مرحبا أم لؤي معك للموت. أهلا وسهلا يلا تفضلي ست أم لؤي. أنا أريد أطرح موضوع، أصلا نحن على الإنترنت والدراسة مع الأولاد. إيه. يعني شو تشوفين اللي بالنسبة للدراسة؟ يعني كيف تلاقي دراسة الأولاد اللي حاليا على أونلاين على الإنترنت؟ على إيه على الإنترنت، يعني شو تشوفيها؟ يعني هل هي يعني زينة بالنسبة للطلبة أم يعني ما زينة يعني ما يستهموا مثل؟ شو رأيك يا لحن الإحساس؟ والله هي طبعا يعني على الدراسات الانترنت. لا بدك تعلي صوتك، علي صوتك يا لحن الاحساس يا عيوني. يلا علي بس صوتك حبيبتي، علي صوتك لو سمحتي. اوكي تمام. يعني بس تقولي اشوف الدراسات الانترنت صراحه الدراسه مو صالحه، مو بصالحه الدراسات هذا مو صالحه، ومو خارج انه لا ما يحق ان يطلعون جيل خاصة أنهم يعني مثقفين وفاهمين، الدراسات فقط
ما ينتحلونهم يكون هم أشياء جميلة وأشياء يستفيدون منها فقط. يعني أنت ضد الفكرة بشكل عام لأنه هن لا تصلح أساسا للتثقيف أو حتى الواحد يتعلم صح؟ أكيد إيه صحيح. أوكي صحيح صحيح وصل... يعني ما إذا هي فكرة يعني ما يفيد. إحنا نقول إذا ما أطفال مدرس مقابله ويشرح ويدرسهم ويعلمهم خاصة من استدرسنا جايين الأطفال السنة الأولى. نعم السنة... إيه عم بسمعك أم لؤي؟ مدام أم لؤي عم بسمعك لحن الإحساس. يعني بكرة حتى يعني يوم اللي يتوظفون ست أم لؤي ست معنا؟ راحت؟ أوكي طيب أطعم عن ما يبدو مع اتصال ست أم لؤي. تفضلي أعطيني فكرتك على الإحساس. فكرة أنا أقول يعني بكرة حتى يوم اللي يتوظفون شباب المستقبل إن شاء الله بخير هم حتى ما راح يكونون فقط مدمنين بالإلكتروني أشياء إلكترونية وإنترنت مو خارج عنهم يعني أشياء مثقفة. تمام تمام خليكي معنا للإحساس عندك موضوع بدك تحكي فيه؟ أي تمام يلا خليكي معنا وصلين بريك وراجعين. هناك الكثير من الرسائل وصلتني عبر التطبيق عبر الرسائل ما حدا بعت لسه أوكي عبر التطبيق خليني بس جاوب بشكل سريع عن ال أوكي هات لنشوف مين في مين في مين في عبير فضة شو ذكرك فيه يا جيلان يا لطيف شو قديمة عبير فضة ها لا لا عم تقول مو بس قال أغنية حلوة في عبير فضة كمان هي غنت غنية واحدة وبس ما في غيرها شكرا فهمت عليك عم قلي عليها أوكي يعني أتمنى ست نادية أنا أقوم الصبح ألاقي طفل وكون كفيل في كتير في كتير نرجس وخصوصي بعد الحرب كمان ياريت أعرف أعرف أبو فهد شو بيشتغل أبو فهد بيشتغل سائق تاكسي هو خريج علوم سياسية ما تزعل أنا بسألك شو رأيك بالجروبات بشكل عام يلي على الواتس أو الفيس أو فيسبوك هلأ الجروبات على الواتساب بتخيل إنه هي إذا كانت مثلا بين أشخاص ما بيعرفوا بعضهم فهي بتكون يا أما لشغل يا أما ل يعني تمشايت حال أما حنك ولعي فاضي أكيد أنا ضده تماما أنا ماني ولا بجروب للواتساب وإذا أنا يعني أنا رفيقي مجد إن شاء الله مجد عم يسمعني إذا مجد شوي بيتغلظ شوي بقول له خلص لبقى تبعت لي خلص انتهى واسألوا لمجد اوكي حسام كمان بيعمل له بلوك لريناس كل ما تغلظ عليه شوي حامد بيقول يلا رح كفي ورح جاوب على سؤال كتير مهم اوكي كتير مهم رح جاوب عليه وهو الفرق بين المثقف والمتعلم رح جاوبكم عليه هذا بس في معي ايضا من بيرق هو هذا السؤال بس خليني لحل الاحساس ساتة معي يلا اوكي معنا محبوب العراق نقول له مساء الخير محبوب العراق الو محبوب العراق الو مساء الخير والحب العافية مساء الخير حبيبي شيل السماعة وحاكيني الله يوفقك الو يسعد مساك مساك حبيبي اهلا وسهلا فيك يا محبوب شو اخبارك تمام يا اهلا ويا سهلا يلا وصلت التحيات شكرا حبيبي محمود العراق لحن الاحساس معك تفضلي لحن الاحساس علي شوي صوتك مساء الخير مساء النور والمحبه شكرا محمود العراق اليوم هذا عليك سؤال عم اقطع صوتك صوت ما جاي اسمع خلاص يلا اوكي تمام تمام هيك تفضلي أنا وجهة نظري شو قاعدة الشخصيات مع مين قطع الخط؟ نقطع الخط مع محبوب العراق أوكي ومعك الخط عم يقطع كتير لحن الإحساس خاصة جدا تدارج علي طالب ألو ما عم بسمعك بشكل منيح شو قلتي لي؟ عددكم ما سمعت أسف جدا على الإطالة وعلى الإزعاج. لا بالعكس نحن ناطرين يعني تتواصلي معنا هلا خليني في معي عم يخبرني معي نور الشمس يلا نور الشمس رجعت أوكي تفضل مساء النور يا أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا فيك لحن الإحساس تفضلي اطرحي سؤالك على نور الشمس ومسي عليا مساء النور عليك حبيبتي نور الشمس يا نور الشمس نور ما عم نفهم عليكي لحن الإحساس بعتذر منك لحن الإحساس هي ثالث مرة أنا بحاول أن أفهم عليكي ما عم بقدر بعتذر منك نور شمس مين في معه؟ أنا
ديما، مساء الخير. اول شيء نور الشمس معي، عندك موضوع صح؟ نعم. يلا اوكي معك ديما، مساء الخير يا ديما. الو، مساء الورد جورج الغالي، يسعد اوقاتك. والله حظك حظك فوق يا نور الشمس، ما حدا ناقشك بشي. يلا اوكي نور الشمس تفضلي، معك ديما. نعم. مساء الخير ديما. مساء النور حبيبتي. شلونك؟ هاي حبيبتي هاي، ما انا بريئه. أنا على قصد قلتها لين لا لا أنت أنتوا كل البنات أهلين حبيبتي، أهلين يا روحي، بس هي هذا كله أتو حيايا. يلا هون كي تفضل يا نور الشمس. جان قديمة. يلا قولي. ما تسمع صوتي يا سيد جورج، ماكو. يلا قولي قولي يلا عم يلا ديما قولي لها مساء الخير. وين ديما؟ معك ديما أسمعها. ديما عن موضوع اليوم، ليش يعني الأهالي يزوجون بنات يعني يضغط منهم يعني صغار، والشباب صار كثر الطلاق يعني، برأيك يعني ليش كثر الطلاق وليش يعني يزوجون بنات يعني صغار؟ زواج القاصرات يعني، زواج القاصرات يعني، زواج القاصرات يعني. شو هذا شك؟ شيء علقوا. أوكي نور الشمس أنت معي لساتي؟ نعم. أوكي ديما. أي أيوة وياك. أوكي زواج القاصرات تفضلي. نعم وبدنا نعمل دراسة أكيد. عمر 15 سنة 14 سنة طبعا. المشكلة الصوت يمي دا يقطع. ما لا لا صوت لا واضح تمام ممتاز. فيك تناقش يا نور الشمس لديما إذا بدك، عندك فكرة فيك تناقش يا مو بس تسمعي. نعم أي أكيد. بالنسبة للموضوع اللي دا تحكي بيه طبعا هو كلش مهم. عن زواج القاصرات أكيد أنا ضد 100% سواء للشباب أو للبنات. ليش؟ أكيد أكو عدة أسباب. اولا انه هي راح تكون قاصر ما تعرف تحمل مسؤوليه الزواج. طبعا هم يعني الاهالي الزواج مو فقط في الدراسه. نعم من الاهالي اكيد في الدراسه هو من يعني المفروض زوجوني. من المفروض حتى اذا كانت البنت موافقه طبعا هي راح تكون بدون وعي ممكن توافق، بس هنا لازم يجي دور الاهل. ممكن تنطيني مجال؟ ماشي يعني. اي لازم يكون دور الاهل يعني موجود بهذا الموضوع، لان اكيد راح يكونون اوعى منها. يعني حتى اذا هي كانت موافقه على الزواج لازم يوعوها، ممكن حتى هم يرفضون، لان بالاول وبالاخير ما اعتقد يمكن انطي نسبه 10% انه ينجح الزواج، خاصه اذا اخذت شخص ايضا كلش صغير بالعمر يعني 15 او 16، هذا بعد مراهق والاثنين ما قادرين انه يحملون هذه المسؤولية، والزواج مسؤولية كلش كبيرة. يعني حاليا اشخاص كبار مدى يقدرون انه يكفون احتياجات الزوجة الاطفال بهذا الوقت الصعب خاصة، فهنا لازم يكون دور الاهل كلش فعال. شو رأيك نور الشمس؟ طبعا بس يعني الدراسة يعني الاهل ليش يكون تترك الدراسة؟ يعني الدراسة شو سببها؟ ليش خلونا تترك الدراسة؟ يعني خلونا تكمل يعني عيب وحرام ونحن يعني هذا السبب عندهم. شو ديما؟ الموضوع عن القاصرات وعن الدراسة. الدراسة ونفس الشيء يعني هم يعني شلون يبرلوها من الدراسة وزوجوها. بالنسبة للدراسة يعني. بالنسبة للدراسة كلنا نعرف انه اكو هواية عوائل حاليا عايشة، خاصة نقدر نقول بالموصل العراق عام وبالموصل بشكل خاص، انه كلش للأسف عقليتهم مغلقة، يفكرون انه الدراسه شيء عيب وانه خلص مكانها البيت، ولو مهما وصلت واخذت شهاده هي مكانها البيت وانه تتزوج وتنجب اطفال، وهذا التفكير اكيد كلش خاطئ. محتاجين حمله كلش كبيره. انت شو رايك نور الشمس؟ نخلص من هذه الافكار. اي طبعا كلامها صحيح، كلامها صحيح حلو يعني، يعني توافقتوا بالكلام عظيم 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 طبعاً. يعني حطلعت حبيبتك مزبوط هلا هي اوكي. يلا نور الشمس شكرا كثير لك، هلا فيك. ديما خليكي معنا، في معنا ايضا في معنا حسام، خليكي معنا ديما. على كل حال ديما لساتك معنا ولا اي موجوده؟ اوكي هلا اسمع شلون بيسلموا على بعض. حنان معك، حنان مساء الخير يا حنان. الو حنان، يا حنان الو. مساء الخير كيفك حنان؟ مساء النور سعد، شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام الحمد لله، والله شوية مريضة بس عادي. يه 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 سلامة قلبك. يلا حنان معك ديما تفضلي، مسي عليها ديما. مساء الخير ديما. مساء النور. موضوعي اليوم طبعا طرحته بالحلقة مال الاقتراحات فما أجا وقته، لازم أطرحه بالمناظرة.
يلا. موضوعي هو عن أحد البوستات قريتها قبل فترة، إنه بريطانيا لغوا الفلاتر اللي هي ناخذها يعني بالصور، اللي تعمل الصورة شوية يعني تجميلية، جميلة أكثر. تجميلية، بتجملي الصورة. أوكي. إيه بالضبط. فلغوا هذه لأن الفلاتر اللي بلشت تتأثر على المراهقين، يعني مثلاً يقول لك المراهق إنه أوكي تأثرت حالتي النفسية، يعني أريد أصير أشبه فلانة، أريد أشبه فلان، وبالأول وبالأخير هذه الصورة مو حقيقية. يعني دخلت بتعديلات عدة حتى طلع هذا المشهور. أوكي. بهذه الصورة. شو بدك توصلي؟ فسؤالي هو إيش قد، خاصة نحن هنا عدنا بالعراق بمجتمعنا العربي، إيش قد مدى تأثيرها على المراهقين بالتحديد؟ استاذ جورج ممكن تعرفي يعني ما فهمت. اوكي رح ارجع. اول شيء قد عمرك حنان؟ 20 سنة. العمر كله يا رب. هلا هي عم تقلك ديما انه باحد البلدان الاوروبيه صار في الغاء لشيء اسمه فلاتر على الصوره، يعني انت بدك تصوري بتحطي فلتر تمام بتجملي حالك. ايه فعم تقلك انه قديش هي القصة أثرت على المراهقين بشكل كتير كبير وخلتهم انه يتشبهوا بال تقل ثقتهم بنفسهم. تمام. وتقل ثقتهم إيه بنفسهم. صحيح. اوكي. ايه طيب. هو يعني كل هسه بالفلاتر يعني هذا طبيعتنا، هو كل صورة الفلاتر هسه وين ما تروحين تلاقي. ايه عم تقلك شلون أثرت على المراهقين، يعني أثرت سلبا إيجابا، يعني صارت منيحة للمراهقين ولا لا؟ طبعا سلبا، لأن الفلتر يغير صورة يعني بنهاية، يعني هسه أنا لو أصور صورة عادية يختلف عن أصورها بفلتر. إيه قديش شلون أثر يعني؟ طيب. شلون أثر؟ سلبيا يعني أثر سلبيا. يعني مثلا احنا هسه مثلا نكون قاعدين بمكان بنشوف صوره معينه، يمكن احد الجالسين بهذا المكان اذا يكون عمره ما بين 12 الى 18 راح يقول اوه باوع، اذا كان شاب او بنت يعني شلون شعر، شنو هالعيون، هاي البشره، هذا الجسم. بس هنا نحن كنا نعرف انه يمكن عمليات تجميل وايضا فلاتر، فهنا راح تقل ثقته بنفسه. انت ايضا الموضوع اللغه وايضا صار عليه علامه، يعني انت بهذا البلد اذا راح تخلين فلتر لازم تخلين علامه انه انت هذه صوره مو حقيقيه، هذه الصوره فلتر، حتى المراهق يعرف انه ايه لو عندك توصلي انت لو عندك توصلي ديما عليه. فانت مع ام ضد انه تصير هذا الموضوع بالعراق، يعني يكون هذا الشخص المشهور يخلي علامه انه هذه صوره مو حقيقيه. طيب اعطيها مجال تجاوب للمخلوقه. ايه طبعا انا ضد، يعني الشيء السلبي راح تكوني ضد الشيء السلبي اكيد، ماشي، لان هذا الشيء طبعا يغير وحتى يغير افكار عقولهم، يعني فلتر يعني رايه يختلف عن الطبيعي، وحتى اتقول للتجميل وهذول الاشياء يعني فعلا يتغير كل شيء فلتر. ايوه يلا اوكي. نعم. وصلت فكره ديما؟ استاذ أي وصلت الفكره. اقدر اقول شغله يعني قبل ما اروح؟ يلا قولي جورج. هذا نعم. الموضوع وصلنا لمرحلة أيوة. انه صاير اكو تنمر أيوة. على الاشخاص اللي يطلعون بدون فلتر او بدون مكياج او بدون عمليات أيوة. تجميل أه. بحيث المراهق او الاشخاص يعني حتى عامة بالمجتمع أوكي. اتأثرت عيونهم انه يشوفون الشخص تجميل شعر مكياج تصنع. صح. لما نشوف شخص مو متصنع وبدون مكياج كمية التنمر مو طبيعية. نعم بيستغرب للأسف انه فعلا يستغرب انه ما متعود على هذا الموضوع، فالموضوع صراحة إلى أبعاد وثلاث دقائق مو كافية، أتمنى انه ينطرح الموضوع. شكرا معي. خلاص حاجة وقفنا ستوب، وقفوا المناظرة لهذا الموضوع يا حنان. شكرا ديما، يعطيك ألف عافية. حنان معك موضوع تناقشي مع حدا؟ ما معي موضوع بس يو. أنا دفيت على رسائل على الإسمس بالله. ايه يلا اوكي. انت ما قريت الرسائل؟ لا والله ما اجاني شيء والله. لا هلا رح اعمل ريفريش، طولي بالك بس علي ماشي. اوكي يلا. عندك سؤال ثاني؟ هذا سؤال حلو يضوي. يلا اوكي تكرم عيونك. لك هلا بجاوبك على كل الاسئله بس طولي بالكم علي لانه بجوز الانترنت معلي. شفتوا ليش انا دائما بقول لكم ابعثوا عن طريق التطبيق؟ لانه طريق التطبيق فورا بيوصل لعندي بنفس اللحظه اللي بتبعتوا فيها انتم بتعملوا له سند. في سؤال إجاني، سؤال حلو كتير على فكرة، سؤال مميز جدا جدا جدا، وأنا يعني مثل ما بيقولوا إنه هيك عبر راسي.
في حدا عم يسألني شو الفرق بين المثقف والمتعلم. أوكي المتعلم طبعا هو اللي فايت على المدرسة وعرف يقرأ ويكتب ويحسب وإلى آخره ويعرفون ويعرفون. طيب المثقف بقى مين هو؟ المثقف مو هو اللي إنه والله عنده معرفة بكل شيء، لا، مثقف طبعا هو واسع الاطلاع. طبعا الثقافة الحقيقية مستمعينا هي مو بس كم هائل من المعلومات، لا 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 لا، لأنه فيك تجيب أي معلومة من الإنترنت، ها، مش عم تكون بالصورة. يعني أنت لازم تكون، إذا بدك تكون مثقف فأنت لازم يكون أولا سلوكك متحضر، لازم يكون ذهنك منفتح، لازم يكون في عندك رؤية شاملة لكل شيء، لازم يكون في عندك امتزاج بالمعلومات، لازم يكون في عندك تسامح فكري. شو يعني تسامح فكري؟ يعني أنت تتقبل الأفكار اللي أنت عم يطرحوها عليك. لازم يكون في عندك اطلاع على ثقافات ومصادر كتير، يعني بعضها متناقض، متناقض بمعنى الكلمة مستمعينا. يعني انت في عندك مثلا ممكن تقرأ بهذا الدين، ممكن تقرأ دين تاني على سبيل المثال، ففي شيء متناقض بيناتهم، فانت لازم تتقبل، لازم تعرف بين هون وبين هون. تمام، المثقف ما لازم يكون ابدا لا متعصب ولا متشدد ولا اي شيء، لازم يكون يعني متعدد الثقافات، ليس نتاجا لثقافة واحدة او افكار مقدسة. يعني عندي مثلا افكار، او خلاص انا هي افكاري مقدسة، رؤيتي مقدسة، لا 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 لا، ما لازم يكون عندك هذا الشيء، ولا بتلاقي حالك انك انسان مقدس، لا، انت لازم تكون شخص منفتح على العالم، ذهنك منفتح على الناس كلياتها، لازم تعرف تناقش، لازم تعرف تطلع على الثقافات بين هون وهون، لازم يكون في عندك إلمام بكل الثقافات. يعني مو بس انت والله تعرف المعلومات، تعرف تجاوب على أسئلة، بتعرف تجاوب، مو هون غاية المثقف، لا أبدا. بتمنى أكون جاوبتك على هذا السؤال عزيزي وصديقي الغالي. عدنان، شكرا حبيبي، شكرا كلك ذوق، وشكرا كثير لك على هذه الكلمات الجميلة، على هذه الكلمات هيك المنمقة، حبيب قلبي شكرا، كل التحية أكيد لك، كمان وجه تحية لديمة. في عندي أيضا من شجن بتقول: جورج، رح أطرح عليكم موضوع بيزعجكم، لا تشوفوا تهجم مني، ما أشخص حدا، أتكلم على مجتمع عايشين، على مجتمع عايشين. سؤالي: هل اليوم الصوت العالي، كلمات ألفاظ غير لائقة، تعتبر قوة شخصية؟ أنه في بعض بيقول أنا جريئة قوية مثقفة تتعدى الآخرين بكلام قاسي، أو أنا قوي ومثقف وأنه أنا ما خجولة بيصير يضحك على الخجول واللي حافظ على الحياة، لأنه القوة والثقافة تكسر الخجل، مو يعني نفقد الحياة. وإذا سؤالي بيزعجها لا تقراها، لا أبدا، بكل الأحوال أنا جاوبتك قبل شوي، أو أنا جاوبت على سؤال المثقف والمتعلم كيف لازم يكون. بالعكس، أنت إذا كان في عندك حجة ومنطق سليمين، هذه الحجة وهذا المنطق إذا كانوا سليمين في التعامل بالحياة، فيا أهلا ويا سهلا بقوة الشخصية. أما إذا كنت خايف عبر عن رأيي وخايف واجه، فأنا ضعيف الشخصية وعندي مشكلة بهذا الموضوع. فلا تفكروا أبدا أنه قوة الشخصية بالألفاظ البذيئة ولا بالصوت العالي، تمام؟ أبدا أبدا أبدا، وأنا معك بهذا الموضوع. مين في عندي كمان؟ مين في عندي؟ هات لنشوف. حامد عطار بيقول: ما بعرف في مجال احكي عن الاطفال الصغار اللي منتشرين بالشوارع والاشارات واهاليهم بيشغلوهم. طيب اوكي، اتصل لشوف، اتصل مشان احكي معك. معي حامد، اتصل حامد، عم يفصل الخط مرتين، عم يقول لي منك معي، عم بقرا لانه سؤال وجوابك. هل تقبل بالزواج من امراه اكبر منك سنا؟ نجمه الصباح فديه بتقول، وعم تساليني الي انا بقبل اتزوج وحده اكبر مني؟ أنا لا ما بقبل، نو، ولا أصغر مني ولا أدي لا. نرجس عم تقول المثقف دائما يسامح، لا أنا مو هيك قصدت أبدا، عم أقول دائما المثقف يعني فكره مسامح، يعني أنت لازم تتقبل الأفكار، ما عم قلك تسامحي شو ما صار فيك والله تهجم عليك وكذا، لا، بدك تتفهمي شو عم يحكي وشو عم تحكي أنت، على هذا الأساس بيكون عندك يعني إدراك
كامل للشيء انت بتحكيه وللشيء اللي هو عم يحكيه وشو بيقصده اصلا من كلامه كلياته. اوكي يا نرجس، بتمنى يكون وصل كلامي. بدي اخذ اتصالك حسين، بس عم يخبرني حسام الاتصال عندك راح اليوم، كتير عم تقطعوا الاتصالات على كل حال. كنت بناقشك انا حسين، يلا ماشي الحال، من سوء حظي انه يعني ما استلمت اتصالك. يلا انا ناطر كمان تتصلوا فينا، بس قبل ما تتصلوا فينا خليني يعني جاوب على بعض الرسائل. حنان، اوكي هلا وصلتني رسالتك. مرحبا جورج، انا بدي اسال سؤال. انا شايفه بعض الاشخاص بيطردوا امهم على مود بترضوا يرضوا زوجاتهم، شو كلامك لهدول الاشخاص؟ مع الاسف، تحياتي حنان. شوفي يا حنان، عندي الام خط احمر، خط احمر. اوكي، اذا تخانقت زوجتي وامي مع بعض وكان الحق مع زوجتي رح حط الحق علي. وصلت الرساله؟ خلص اوكي. ولا ابو جريج تونيت طيب اوكي. عم يقول طيب خلص اوكي حموده ماشي، وصلت يا غالي. اوكي غالي، ما رح اقدر اقرا على الهواء بس خلص قريتها بيني وبين حالي. مساء الخير جورج، تحيه لك. طلع شو ما فهمت، راديو غد هو اخوي الغالي بنت بادوش. اوكي طيب، وجه تحيه لك يا حموده. طيب بتمنى تشاركونا يعني تخففوا شوي تحيات، وتمنى اكيد تشاركونا يعني. اوكي لو سمحتوا. مساء الخير جورج وتحية لحسام، انا مع ست نادية وتحياتي لها. الرسول قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، واشار بالسبابة والوسطى، وانا الحمد لله كل شهر اشيل من راتبي للايتام. شكرا يا خديجة، وهيك الله يعوضك ان شاء الله يا رب، وما لازم تحكي هذا الكلام. اوكي خلاص خلي بينك وبين حالك. اذا اثنين بيحبوا بعض بجنون وما في امل ينجمعوا مع بعضهم، شو يساووا؟ ما يقدروا ينجمعوا ولا بيقدروا يساووا. لا هذا سؤال بتسأليه على جروب، ما بتسأليه على برنامج، ما بتسأليني يا ألي. اوكي هذا تسأليه حطيه على 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 فيسبوك، بس مو لألي تنسأل هذا الكلام. انا بدي تتصلي وتناقشيني وتطرحي لي الاسباب، تطرحوا لي ليش ما بينجمعوا مع بعض وشو المشكله، يعني يعني بنت وبنت ولا شاب وشاب ولا شو الترتيب يعني القصه. انا بدي اعرف شو صاير معكم، بس ما يمشي الحال. اوكي بناخذ حسين، رجع حسين. يلا راح اعتبر حسين اخر اتصال. اجى حدا مع حسين؟ ما في حدا مع حسين. يلا اوكي حسين، مساء الخير حسين. الو حسين، يا حسين. يلا اوكي، يلا حسين صار جاهز، بنقول له مساء الخير لحسين. الو الو الو، كيفك يا حسين؟ شو الاخبار؟ والله الحمد لله. يلا ما اليوم الساحه ساحتنا انا وانت. يلا هات لنشوف، افتح لي موضوع لناقشك. صراحه انت تريد قبلي لو انا قبلك؟ كيفك؟ لا انا ما راح ناقشك، انت بدك تناقشني، انا ما راح اسالك. صراحه المقوله، اكو مقوله قريتها قبل عده ايام. نعم. المقوله تقول العرب يهتمون لنظافه بيوتهم لانهم يشعرون بانهم يملكونها، وشوارعهم لا يهتمون بها لأنهم يشعرون بأنهم لا يملكون أوطانهم. والله فوتتني بالحيط. أولى بالعامي اشرح لي. يعني العرب دائما يقول لك يهتمون بالنظافة بيوتهم، ايه؟ لأن يحسون يشعرون أنه فعلا يملكوها. تمام، الملك لهم. أوكي، بس شوارعهم وأحيائهم ما يهتمون بها لأن ما يشعروا أنه يملكون هالأوطان مالتهم. نعم. اي وصلت الفكرة؟ اي وصلت الفكرة. شو بدك تناقشني؟ انه ليش يعني هيك؟ ليش يعني هيك؟ هل فعلا نحن هالأيام اي يعني فعلا نحس يعني نشعر انه فعلا ما عندنا نملك أوطاننا، وهاي النظافة عهد من الاهتمام بالوطن. شوف نظافته وشوف نظافة شوارعنا. شوف لقلك شغلة. نعم. بالبداية في نعم. في شقين لهذا الموضوع حسين، الشق الحكومي نعم. الشق الحكومي وشق الانتماء لهذا الوطن نعم. والشق اللي بيستند عليه يعني الضمير، خليني أقول ضمير الإنسان. نعم. هلا أكيد ما في حدا نعم. ما بينظف برات بيته، أكيد ما في حدا بينظف برات بيته، طبيعي جدا. لكن القلائل أكيد أنت بتنظف برات بيتك، بتنظف جنب بيتك، ما هيك؟ طبعا كل واحد بيناتنا بتنظف جنب بيته، بس أنك تنظف جنب بيت جارك شوي قليل كتير الناس بيعملوها، صح؟
او بينظفوا الشارع كثير انيس يعني قليل كثير ناس او المنطقه ككل يعني اذا منطقه الشارع انت ساكن فيه اذا بنسمع مثلا اشخاص مثلا نظفوا هاي الشارع او بنعتبرها مبادره صح نعم صحيح يعتبروها شغله غريبه وعجيبه اوكي بس هو ليش صارت الفكره انا بتمنى يعني بتمنى اقنعك بالفكره اول شيء بالغرب بالغرب في عندهم يعني غرامات يعني انت اذا يعني بتكب يعني محرمة كلينكس بالشارع فبتدفع غرامة بتدفع قيمة مثلا $10-$15 تمام عنا في هيك شيء عنا في هيك شيء ببلادنا في هيك شيء لكن لا تطبق تمام اوكي هي واحدة من الشغلات الحكومية التقصيرية الحكومية اثنين لما لما انت بتلاقي في تقصير حكومي فانت بتتمادى اساسا ب يعني باهمالك نتيجة هذا الموضوع صحيح. بعدم مسؤوليتك اثنين نحن تربينا على شيء انه نحن هذا البيت انت ممكن باي لحظة ممكن يجي حدا مثلا يعمر مواجهك او مثلا بهذا البيت ممكن باي لحظه يجي حدا ياخذ لك البيت بدون تعويض او ممكن مثلا يجيك حدا مثلا ابن مسؤول ممكن يقعد مثلا جنب بيتك يقعد يعمل لك ازعاج على سبيل المثال فانت بتحس انه انت قاعد غصبا عنك بهذا الوطن تمام غصبا عنك بهذا الوطن فانا بقول انه ضمن هذا هذه الامور اللي بين ايدي فانا رح اعيش ضمن هي لحتى يصح لي فرصه افضل انه اطلع وسافر فهذا بيسموه عدم الانتماء فللأسف هذا الموضوع يعني هذا الموضوع تورث بشكل كتير كبير وخصوصا نتيجة يعني السياسات للأسف للشعب دفع ثمنها يا حسين الخاطئة نعم هي السياسات الخاطئة هذا غير السليم أصلا هذا جوابي يعني لموضوعك نعم وصلت الفكرة بس هي أشنو الموضوع إنه فعلا يعني إحنا ما نحس فعلا انتمائنا لهذا الوطن وإنه الشيء اللي نملكه قد نفقده غدا يعني شوف يعني فعلا يعني أكو كبد داخلي وتفكير دائم وتعب ورهاق وإنه فعلا ممكن تفقد أي شيء بأي لحظة مفقود شيء اسمه الأمان شيء إنه ثقة بالدولة ماكو لأنه تطبق قانونه يحسن طول ما كل واحد فينا ومع ولا عم بحكيك بشكل واقعي ولا استثني احد كل واحد فينا بيفكر انه انا لو بيصح لي انه انا اجيب ابني اليوم باي دولة اوروبية او اجنبية خارجية واعطيه الجنسية طول ما نحن عم نفكر بهي الطريقة فما تفكر انه رح يتحسن شيء ابدا لا أبداً ما بصراحه شو هسه مثلا شوف جورج شوف بس اكثر السياسيين واللي صاحب مسؤوليه او صاحب يعني مثل مكانه انه كل ابنائه متجنسين جنسيه غربيه تمام احنا جنسيتنا والله قلنا نتخلى عنها اصلا بس ما حتى ما بقدرتنا هذا الشيء حتى جنسيتنا ان نغير نتخلى عليها هذه الاوطان جنسية اخرى ما مستطع. هذه الأوطان للفقراء فقط يا حسين شكرا كثير لك وبتمنى ايه تفضل اهم شيء احنا عشنا بها الارض وحموت على الارض ونظافة المدينة او بناء او ترميمة او الشيء اللي غير نصل لانه يكون على سواعدنا نحن بسواعدنا ما بسواعد لا سياسين ولا غيره والله بتمنى يا حسين لو يفكروا يعني خليني اقول 100 مليون شخص مثل حكايتك كانت البلد بألف خير شكرا يا حسين كل التحيات الجميلة لك و هات لنشوف جورج تحياتي لك املوا اي محبوب العراق ونور شمس والله ما فهمت عنها هذا صوتي لا تقبريني يعني قريتها انا بس انا اسف جدا كان الصوت كتير ضعيف يا لحن الاحساس بعتذر منك وانا بالزور كنت عم بسمع صوتك فانا يعني انا بتحكم بالصوت من عندي فالفكره انه انا عليت الصوت على الاخير وبالزور عم بسمع صوتك فما بالك المستمعين كيف عم يسمعوا الصوت بس انا لما بيصير في تضارب لما انا بحكي او المستمع الثاني بيحكي فبيصير تضارب بالصوت بشكل كتير كبير واخر شيء صوتك قطاب فنعتذر منك يا صديقتي انا المشكله مو من صوتك المشكله من الموبايل يعني حتى لو عم تهمسي همس
بينسمع الصوت، لا تخافي، فالمشكلة من الموبايل مو من صوتك. هات لنشوف، خليني أرى، نحن بتوقع جاوزنا شوي الوقت أو رح نجاوز الوقت على ما يبدو. الأشخاص اللي بيتعاملوا مع المرأة المطلقة أو الأرملة على أن شخص ناقص رغم كل التوجيه الإعلامي والأخلاقي، بس عبثا كيف يمكن تغيير تفكيرها كذا عقول متحجرة متخلفة؟ نحتاج إلى عشرات السنين يا أمل، عشرات السنوات. أنا كتبت بوست مبارح، ما بعرف إذا شفتوه أنتوا على صفحتي، أنا قلت كنا مجتمعات محافظة بملابس متحررة، واليوم أصبحنا مجتمعات متسيبة بأفكار محتشمة. أوكي، وعلى فكرة هذا القول قايلته فاتن حمامة وليس أنا. الفكرة أنه يعني في أمواج سياسية مرت علينا على بلادنا، للأسف هي بدها تخلينا بهي الطريقة، بدها تخلي يعني بتحجر عقولنا لأجل استثمارات أخرى. يعني برجع بقلكن لازم تطلعوا على الكتب، لازم تطلعوا على الشغلات، ولازم تقروا ثقافات تانية لحتى تعرفوا نحن وين ماشيين. قال من عين عم يروح اتصال حسين، ما شاء الله عطول ختامة مسك. طيب حمد بيقول للأسف جورج شبكة ضعيفة كتير عندي ولا يهمك. عم يقول سؤالي هو لما منشوف أطفال صغار بالعمر على الإشارات بيبيعوا مناديل أو عصير أو حتى بيمسحوا السيارات، إذا اشترينا منه نحن هيك منساعدهم لما منقول عم تقتل مستقبلهم ببطء ونجعل منه مشروع مكسب لأهليهم على حساب مستقبلهم؟ أوكي طيب. حامد شوف، هدول الأطفال مو أنا والله طلعت، أنا طفل فقررت أنه أنا أطلع بيع شيء معين. أوكي، بيع مثلا مناديل وبيع كذا وإلى آخره. طيب الفكرة مو هيك، الفكرة أنه أنا وراي حدا عم يشغلني. يمكن من فترة بال 2015 ما بعرف إذا كنت عم تتابعني حامد، عملت حلقة وعملت شيء استطلاعي أو استقصائي عن أطفال عم يبيعوا بمنطقة بمشروع دمر بدمشق، عم يشحدوا. فهنا كل يوم لازم يجيبوا مثلا 1000 ليرة يشحدوا منها يرجعوها لبيته، فإذا ما رجعوا بألف ليرة فرح يأكلوا قتلة من أبوهن ورح يعنفهن أبوهن وإلى آخره. طيب ماشي الحال، الفكرة وين؟ الفكرة أنه أنت لما بتعطيهم هذا الشيء فأنت عم تشجعهم، أكيد عم تشجعهم، بتساعدهم أكيد، لا ما عم تساعدهم. هذا الموضوع مفروض ينطرح على الإعلام، وقبل الإعلام مفروض الدولة تكون يعني حاملة هذه المسؤولية ولواء المسؤولية وتمشي بهذا الموضوع وتتابع هذا الشيء. بس تعرف يعني أنت البطء والبيروقراطية، ويلا بدنا نشتغل هون وما بدنا نشتغل هون، ويلا ماشية الأمور وخلينا مثل ما نحن وحرام لا هي قصة حرام، هي تخترع بحسب المصالح. أوكي، إذا كانت مصلحتي مثلا مع هذا يلا أوكي بقول حرام، بقول عيب، بقول كذا. أوكي، فنحن منخاف من العيب أكتر من الحرام. بكل أحوال أنتوا عم تساعدون للانحراف لهدول الأطفال، فديروا بالكم وخلوا بالكم أنه أنتوا عم تمشون بطريق غلط. ماشي الحال، الله يحميكم، وكل التحيات الجميلة لكم. عم حاول أنا أقرأ كل يعني عم حاول أقرأ كل الرسائل. هات لنشوف مين في عندي. نور من سوريا بتقول ديما دائما بتحب تأكل الجو، بس فعلا مواضيعها مهمة وغير مطروحة من قبل، ما شاء الله شو قوية هالديما. هي نور من سوريا، أوكي توجه لك تحية كتير كبيرة لا ديما. هات لنشوف في عندي مين في عندي كتير حلوين الأغاني اليوم القديمة. رزق الله، حاسة حالي ببلدي وقت كنت اسمعهم. يعطيك العافية حسام، شو حطيت لش أغاني قديمة أنت؟ ما بعرف. أوكي بس دو أوكي أوكي طيب عظيم. المثقف ما بيكون عصبي، لا مو هيك. انت عم تجاوبي نرجس. طيب اوكي، في عندي ايضا مين في عندي، عم حاول انا وصل، عم بحاول اقرا كتير الرسائل، بس هدول الرسائل وصلوني لهلا، حتى الان هدول وصلوني كلياتهم قريتهم وبكل ضمير مرتاح. بتمنى اليوم نكون حققنا شيء بالحلقه. هدف الحلقه دائما بالمناظره
أنه دائما نفسح المجال ونفتحه لكل الناس حتى يعبروا عن آرائهم وعن الأمور اللي حابين يحكوا فيها. واليوم المستمع هو المذيع، وأنا اليوم كنت المستمع بيناتكم. بدي أتشكركم باسم راديو الغد على هذه الحلقة الممتعة حقيقة اللي أنا استمتعت جدا فيها. شكرا لأحلى حسام اللي رفعنا بها الإخراج، يعطيك ألف عافية حسوم. رح تختمنا بشو؟ بفلاش باك. فلاش باك أوكي، رح يحطنا إياها مفاجأة. وهذه شو اللي غربي. طيب يلا أوكي، أحلى وأحلين. شكرا، هذه تحية مني أنا جورج غرام، ألتقيكم قريبا جدا وتصبحون على وطن.